مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان الشحانيه في هذا الصباح في سباقنا المحلي الاول، وعلى بركه الله ينطلق الشوط السابع عشر الخاص لابكار الحقائق من مسافه الاثنين كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا مع البداية ومع أول الأسماء وأول المراكز، هنا جلمودة بشعار فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع عالف هيدا يتقدم مع جلمودة مع أول الأسماء. ثاني المراكز وصلت روعة بشعار مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، وثالثا قادمة هنا رها محمد بن علي بن حمد بن هوبش المري، ورابع المراكز من الجانب الآخر وصلت الأسماء ووصلت الشعارات. ايضا ارى القدوم من قبل اعلان حمود بن راشد بن سالم النابت المري يقدم لنا اعلان مع رابع الاسماء. خامس المراكز وصلت القادمه والمتقدمه من الجانب الاخر، وصلت هنا المندفعه مواري صالح بن محمد بن صالح العتيبي يتقدم مع خامس المراكز وخامس التحديات. ها هي النتيجه الاولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء، و عود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى أول الأسماء. جلمودة فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع عالف هيدا يتقدم مع أول الأسماء. إعلان ثانيا حمود بن راشد بن سالم النابت المري يتقدم مع ثاني الاسماء، العتيبي مع ثالث المراكز يقدم لنا مواري، ورابع المراكز وصلت القادمه في حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا في، تسللت الى الصداره في، انطلقت الى البدايه الى المقدمه في حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يتقدم. هنا شعار مخوف مع الصداره مع الانطلاق الاول يقدم لنا في ثاني الاسماء ثاني الشعارات. وصلت هنا تحذير عبد الله بن سالم بن صالح الجربوع المري، وايضا القادمه والمندفعه مع ثاني الاسماء. وصلت هنا النواعس بريك بن راشد بن صالح الجربوعي بن حطاب قادم، ولكن الزعبي مع الفوز مع الانتصار في على الصداره في مع الانتصار بشعار حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي يقدم لنا في. هنا شعار مخوف مع البداية في 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 مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك في حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، وايضا هني خالد بن عبد الله الزعبي من قدم لنا في بهذا الاداء المميز. ثاني المراكز وصلت هنا النواعس بشعار بريك بن راشد بن صالح الجربوعي المري، وثالث المراكز وصلت هنا مع ثالث المراكز الراسية محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي، ورابع المراكز رابعا حضرت الفايزة عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري، وخامس المراكز حضرت هنا انتظامية بشعار محسن بن عبد الله بن محسن بن علي بن ديلة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسة، وحضر شعار مخوف مع في من انتزعت الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لمالك في حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي، وسعد الله صباحك يا ابو حجاب على هذا الفوز. والتوقيت الزمني دقيقتين 54 ثانية وستة أجزاء من الثانية. الناموس لحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي على هذا الفوز وعلى فوز في. ثاني المراكز وصلت هنا النواعس، والتوقيت الزمني دقيقتين 54 ثانية و48 جزء من الثانية. الناموس البريك بن راشد بن صالح الجربوع المري، ثالث المراكز حضر شعار بن حطاب مع الراسية، والتوقيت الزمني دقيقتين 54 ثانية و74 جزء من الثانية. كانت الراسية من احتل ثالث المراكز بشعار محمد بن ناصر بن محمد بن حطاب الكعبي. فتهانينا والناموس للجميع.